بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث الثالث في الاستفهام. مبحثي السومي لمباحث إنشاء طلبي استفهامه. لا استفهام ده استفهام شيء هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبله. طلبي علم بشيء قبل المعلوم نبوة. مثلا من ناس أنا أوشية علم أوشية. يا مثلا فرسم عليهم زي قائمة يا قائمنية أبو شيرا. وذلك بأداة من إحدى أدواته الآتية. وأم طلبي علم بشيئشة فخورينا أكري بلكو بأداة أكري ليكي لأدوات أدات كاني أويك لو بدو عدي كأوج عبارة لهم زيكو من يكو هل يكو ماو متاو أيانو باشا كيفو أينو أناو كمو أيو أعوانا. وتنقسم بحسب الطلب إلى ثلاثة أقسام. وبفي طلب أبن بسيبه شو يكي كان ما يطلب به التصور تارة والتصديق تارة أخرى والتصديق تارة أخرى. نوعي كان ويا جارجار تصوري في طلب أكري جارجار تصديقي في طلب أكري يعني جارجار طلبي غير نسبتي في أكري وجاجات طلبي نسبتي في أكري. مثلا أرى وكو كأوش همزية وهدو كان بي أرى أزيد في الداري أم عمرو توجد جوابك يا علي عمرو يا علي زيد. شنية وقت أزيد زيدك بدواي همزك يعني دري أخاك لنسبة نابرسي أو لخدي شخصك أبرسي يبو معلومة كان في الداري بويك كان ثابته نسكوني في الدار بويك لم دوانا ثابته والله ماذا المكان يعني تو شخص كان بتعيين جوابي أديته يا علي زيد يا علي عمرو أو تصوره باشا يعني تصور تصور وتصديق علم ما بدو بشو تصور وتصديق تصور يعني إدراكي غير نسبة غير نسبتي تامي خبرية أما تصديق يعني شيء يعني إدراكي نسبتي تامي خبرية. أما بو تصديق مثلا مثال عنده أقام زيد تو يا شيخ بيجي مثلا جوابك يا بيجي نعم يا بيجي لا يتوقع ناخذ يعني مثلا تعين جوابيته هو بو تصديق. وما يطلب به التصديق فقط نوعي كشيء تصديقي في طلبك ليه كأجهله نوعي كثير. وما يطلب به التصور فقط حتى تصوري في طلبك ليه نوعي سهامي أجهله وهو بقية ألفاظ الاستفهام الآتية شاكا أو يشتفر ألفاظ الاستفهام كلو بدو أدين يعني منزول ويا يما همزة وكو أداتي أصل الاستفهام ويا هم تصوري في طلبك ليه هم تصديق بلان هل هرتنيا تصديقي في طلبك ليه وبقية أدوات الاستفهام تنهاب وتصور بكارب ليه جائز بحثي همزة كين بحثي همزة وهل برق مفصلا أفرمي يطلب بالهمزة أحد أمرين تصور أو تصديق يكي لدو أمري في طلبك ليه زي تصور يا تصديق كتصور عبارة لإدراك غير نسبة تامي خبرية يعني إدراكك إدراك هرشي به فقد هي نسبة تامي خبرية نبي إتر أو تصوره جاء عليه نسبة تامي خبرية مثلا إدراكك أثن إدراكي نسبة هرمية يا إدراكي نسبة ولا تامنية وكو نسبة إضافي بين مضاف مضاف إليه يا إدراكي نسبة تامية ولا إنشائية أو أنا بشي تصوره فقد أويك تصديق ما أبت شيء أبت إدراكي نسبة تامي خبرية أو فالتصور تصور هو إدراك المفرد يا مرة إدراكي مفرد يعني أصلا إدراكي نسبة نية لا ده متواجبي ولا أمواي تفسير الأخوان طوارفك أي إدراك عدم وقوع نسبة يعني إدراكي واقع نبوني نسبته وتا إدراكي وكوشي وكو إدراكي موضوع بتنيا يا إدراكي محمول بتنيا يا هردو كان بيكوا متواجبون يا أو ذات النسبة التي هي مورد الإجابة والسري أعوى أو نسبتين عدم إدراك أو نسبتيك مورد إجابة سلبة كأبت النسبة تامي خبرية وتتصور عبارة لشي لعدم إدراك نسبة تامي خبرية يعني إدراك غير نسبة تامي خبرية أو وكو أعلي مسافر أم سعيد
إيست ولم سؤالك أي كي تعتقد أن السفر حصل من أحدهما معتقد بويك سفرك ليش كانوا الرياوة بلام ولكن تطلب تعينه أتبا تعينك دي جوابك إيش يا ولذا يجاب فيه بالتعيين بتعين جوابته فيقال سعيد أقل سعيد سفرك كدوه يا معادل كيري أقل مثلا سعيد هناك علي به علي علي وحكم الهمزة التي لطلب تصوري وحكم أو همزيك بو طلب تصوري أميا أن يليها المسؤول عنه بها باشا أميا كوصل بذي فيه وبدوايا بدوايا بيو وصلش بيه فيه يعني فاصلة نكوي لبيني همزك لبيني مسؤول عنه بهمزك يعني أوشتيك بهمزك مورد السؤال قرار درياه جاء سواء أكان مسندا إليه أم مسندا أم مفعولا أم حالا أم ظرفا كيف خويتي أويك مسؤول عنه بهمزك يا مسند إليه به وكبري أأنت فعلت هذا أم يوسف تو أم كارتك يا يوسف أو يا بيجي أنا لجوابك يا بيجي يوسف يا مسند به أراغب أنت عن الأمر أم راغب فيه آية تو بعلاقي بو أمره يا علاق من دي بو أمره بيه متواجبين؟ إيسا كاني الراغب أنت عن الأمر يعني توجد جوابك أشي بيجي راغب عنه يا بيجي شي يا بيجي راغب فيه يا بي أول جواب بيته يا مفعول به وكو مثلا إيايا تقصد أم سعيدا لقل منت يا لقل سعيدا توجد جوابك إياك يا بيجي سعيدا يا حال به وكو أراكبا حضرت أم ماشيا بسواري حضور الفياكر يا بفياده توجد جوابك يا أجي راكبا يا أجي ماشيا يا ظربي وكو أيوم الخميس قدمت أم يوم الجمعة في رشمهاتي يا جمعة توجد جوابك دا يا أجي يوم الخميس يا أجي يوم الجمعة ويذكر المسؤول عنه في التصور بعد الهمزة ويكون له معادل يذكر بعد أم غالبا بل يرى أما ويذكر المسؤول عنه في التصور بعد الهمزة أو ما نوت قبلا شنو تمان شرتكي أما يا حكمكي أن يليها المسؤول عنه بها بل أما بولي ليرى تكرانكاتو لبرأ أو جملي ما بعدك أيات الدني أما بل مسؤول عنه لتصور دواي همزة كذلك يعني وصلك ليبه همزة كو بل معادلك يجبو أو مسؤول عنه وهي كأو معادلة يذكر بعد أم غالبا غالبا لدواء أم أبي وتسمى متصلة وبو أم أعلن أمي متصلة وقد يستغنى عن ذكر المعادل جارب جاري وريك مثلا معادل من هرقنية وكو أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم أو إبراهيم تو كاتل لقلبتك عن إما كردوا يعني أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم أم غيرك متواجبين أو يا بيجي أنا يا بيجي غيري مثلا كأول جواب أوتي غيري أنت بل فعله كبيرهم أما تعرف تصور أم جاء تصديق والتصديق هو إدراك وقوع نسبة تامة بين المسند والمسند إليه يعني عبارة لإدراك وقوع نسبة تامة خبرية شاكة أو عدم وقوع يا إسا جاء إدراك نسبة إدراك وقوع نسبة تامة خبرية كبير يا إدراك عدم وقوع نسبة تامة خبرية كبير بحيث يكون المتكلم خالي الذهني بجورك وكمتكلم ذهني خالي به مما استفهم عنه في جملته شاكة مصدقا بالجواب إثباتا بنعم أو نفيا بلا بجورك وكمتكلم خوي خالي الذهن مما استفهم عنه لو اشتيك استفهامك إلي كراوة شاكا وأشياء مما استفهم عنه بواهي نقو استفهم عنه شن استفهامك متكلمي كاديالي ليو حالبي في جملته لا أو جملاك كردي سؤالك إلي كردوا سؤالك إلي كردوا لموردي مستفهم عنه وكوهي جنازاني ولي حالي أو متكلم شوايا مصدقا تصديقك لي لجوابك لا شاكا إثباتا بنعم باشا جاء تصديقي يعني جوابي إثباتي أدينو أقل إثبات به بنعم تصديق يكين أقل نفي به بلا تصديق يكين حالي بكاكيان أو نسخيت لشونا
أرسطو في مية شنو استفهامك إلا متكلم قاعدين بجيب متكلم استفهامك هكا شيء بجين خالي ذهني مما استفهم عنه حالب وهمزة الاستفهام تدل على التصديق إذا أريد بها النسبة همزة استفهام مصدقا اسمحوا لي خير يعني متكلمة كسؤال تصديق ذكرية باشا بالي يا بوخ أو متكلمة منزولي هنية ما شاكا منزولي أو كسيوا جواوة كأداته هر واي هر أو استفي معن هو يعني بجورك يا متكلم خالي ذهن به لويك برسياري ليكراوة لجملك يا كحالي أو متكلمة وايا مصدقي جوابك يا يعني جوابك أداته تصديقي شيئك بشي تصديقك أجر إثبات به بنعم هناك إثباتك أجر ما فيش به بلا إثباتك بلا تصديقك أبي منزولي أو به سنديارة أو مصدقة مثلا تتوى برسيارك إلا من أكي من يا جمنا عم يا جمنا متواجبين خب وهمزة الاستفهام تدل على تصديق إذا أريد بها النسبة همزة استفهام دلالة تصديقك أجر زمان إرادي النسبة يعني إرادي النسبة بهمزة كري يعني سؤالك لنسبة بين دو شيء كري متواجبين ويكثر التصديق في الجمل الفعلية وزيادة الجملة الفعلية تصديق زورة كقولك أحضر الأمير توجي مثلا نعم يا يجيلا زيادة تؤو تصديقك أبي تستفهم عن ثبوت النسبة ونفيها يعني تو استفهامك تو لثبوت النسبة يا نفي نسبتك وفي هذه الحالة يجاب بلفظ نعم أو لا ولم حالتها جوابك يا بلفظ نعم به يا بلفظ لا به ويقل التصديق في الجمل الإسمية لا جملة الإسمية تصديق كما أكثر وايا معادلي مثلا تو أعلي مسافر جملة إسمية أما أكثر وايا لذا معادل أهيني مثلا أعلي مسافر أم سعيد إذا أو أخذ سؤال لنسبة نية شن فعليات فعل أصالتها إلى نسبتها ويمتنع أن يذكر مع همزة التصديق معادلون ممتنع لقل همزي تصديقية معادلة ذكر كريه معادلنا يا لقل همزي تصديقية كما مثل ومثال يدرى مثلا مثال أحضر الأمير روى أمين عليك الأدواء يا أمبيرين أي أقل هاتو أم هاتشي مثلا وهاتو مثلا أمي لو موردا وارده الله فإن جاءت أم أجر أم هات بعدها هو قدرت منقطعة يصير أم كبا متصلة دانان ذي بمنقطعة دان ذي فاز باجوايا بلين أمي متصلة لدواي همزي تصديقي وناي بلكو أمي منقطعة دي وتكون بمعنى بل أو اختم معنى بلي هيا وكاتب وكو شعري أم شاعرة ولست أبالي بعد فقدي مالكا أموتي نائن أم هو الآن واقع من مبالاة نادم لدواي أوي كماليكم لدزدارة آيا مرق من زيك يا الآن ديد مرقك حال يعني وقيك أبوام يعني مثلا لا أبالي بعد فقدي مالكان بقرب موتي وبعده بقرب بعدك يعني قرب بعدك وكو يقوايا أبوامن خب ليه لذا أموتي نائن أعوى كليوى أموتي نائن آيا مرجي من نزيكا دورة موتي من تو جوابك يا نعم يا لا يا بابا مثلا أم أمكات أم من قدر بل هو الآن واقع بل كن نزيكا أعوى إيتوا بل ليوى بابا بلك معمولا لدواها مدواني أبل أعوى جدي أبل هو الآن واقع إذا أو حمزك قال لك الله بينتو أشياء في ختفيش بلك وشن حمزك تمام التصديق أقل هل بي أتواني بلي هل بل آوة يعني بل هل يعني بلك ختفيشو بلان بو حمزة أبي حتمان حمزك لفيش بلك وداني متواجبين يا وكو أخير هل يشهر فقط بو تصديق بي إسامي سالك بأواني يعني نوا مثالك بهمزني يعني نو همزي تصديقي بهل بيري نو كحتما بو تصديقه هل يسمعن النظر إن ناديته
أم كيف يسمع ميت لا ينطق؟ أي نظر أجر باني لي كم أبيسي نظر مردوة باشا أم نا إتم جابر بل إذا شو جوابك يا بيجي نعم يا بيجي لا أم جارة أو أم أنا بل بل كيف يسمع ميت لا ينطق بلكو مردويك كنطقنا كأقسنا قال شو نبيس يعني نبيس أو حاربين فضلي وا أو أما هاتو إتنا تناجي أما أمي متصلة يجي أما كشية أمي منقطعة ليرا بعد بس وفق لي شو ببحثي هلا أم بحثي هلو همزبرك مفصل الميلا